السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ايمن فنان. اليوم بفرجيكم، معكم محمد عياش ايمن فنان. طبعا اليوم بفرجيكم فلوج جديد، بتحدى نفسي. طبعا الفلوج اللي فات معليش لانه ما كان عندي ميموري، انه يعني عشان اقول مع السلامتين وما ادري ايش خلاص. واليوم اقول لكم فلوق جادي. اقول لكم، امبارح كنت في الحديقه خلاص، قال في واقف في بنات خلاص، ما ادري مين اعطاهم الكوره الله يفقع وجيهم، واحده واحده. المهم ما ادري مين اعطاهم الكوره، وقاعد يقول ويجا ما ادري مين قاعد يقول اعطيها لذاك الولد، اعطيها انه يعني اعطيها علي، فما كان معي اصدقائي ما ادري، فقاعد يقولون انه انا احب وما ادري ايش، حبكم برص على العرض. المهم انا اقولهم المهم، فأصدقائي عن جد هذول سعديين وما أدري إيش، بس كويسين إنه يعني، بس تعرف ملقفين، بس أكبر مني، واحد أكبر مني بسنتين، واحد أكبر مني بس. وما أدري فوفا اليوم طرب بقولكم ثلاث قصص. فما ادري كيف طوم الكره الله يفقع وجيهم، ما ادري اعطهم الكره، اي لو سمعت هذه كرتك يلا خذها الله يفقع. وكنت لابس سكوتر، هذا السكوتر حق الرجل، كنت بوقع خلاص، اول ما اخذت الكره، الكره طبعا ثقيله وما ادري ايش، وانسطح على الارض. يا الله والله الظهر انكسر كسره الله يفقع وجيهم، والله حس عن جد انا مره فقع. المهم انا بقول لكم احل اللون اخضر، انا الاوضه شوف نور، امزح المكيف هذا خربان. المهم فاعطونا الكورة، انا قلت لكم انسطحت على الارض وظهري يوجعني، فاروح المرجحة، المرجحة الطويلة خلاص يعني ممكن 3 كيلو، مرجحة 4 كيلو يمكن، او سرعة او ثلاثة او خمسة كيلو. فانسطح على الارض يا الله، وانا بقولكم اليوم ترى ما عنديش مية عن جد والله، اليوم بارع بكرة الله يستر مدرسة ويشوف، الله يعلم ما سوف يحدث. يلا سلام سلام لي.